عايزين رسالة من حضرتك للمستشار مرتضى منصور في ظل استمرار الحجز على أرصدة نادي الزمالك. احنا سعادة المستشار يعني احنا عمل لنا نادي من أروع، يعني النادي ده مش موجود في أي حتة في العالم كمان، يعني في المنظر، وعمل لنا نادي من كان أيام ممدوح عباس الله يبقى، مش عايزين نغلط أو بتاع، ممدوح عباس كنا عشنا في سنين خراب، كناش بنعرف نقعد على كرسي، وكنا بنقعد على الكراسي هدومنا بتتقطع، وكنا قاعدين نروح، الواحد بيروح من بيجي النادي هنا ويروح عايز يخش يشطف ويغسل هدومه ويغسل بتاع. دلوقتي النادي بقى اي حاجه عالمي، فهو الراجل ده عمال يحارب سعاده المستشار، عايز يجيبه دايما، لانه هو حاسس ان سعاده المستشار دايما في تقدم، ودايما في جايب للنادي فلوس، وجال احلى لعيبه واحلى ناس، فعايز يهدمه كل ما يطلع فوق، فعايز يهدمه. فانا بقول لسعاده المستشار انت راجل اسد، واحنا مسمينك الاسد، فسير على بركه الله واحنا وراك. سعاده المستشار من ساعه ما جه بعد ما الاستاذ ممدوح مشي، النادي حصل فيه طفره كبيره غير الاول. فتره الاستاذ ممدوح عباس مع احترامي الشديد رفع الاسعار بالنسبه للاب والام والزوجه والانضمام بتاع الافراد الاسره اللي هم مش الاساسيين. الحاجة التانية، حصل في نوع من الفوضى في قلب النادي، لا ترابيزات كويسة ولا كراسي ولا خدمات ولا أي حاجة من دي. مجرد ما جه سعادة المستشار مرتضى منصور شفنا الطفرة الجديدة، الطفرة الصح، بجانب الحمام السيدات الجديد والحمام التاني، فالراجل شغال كويس جدا، احنا بندعمه بكل ثقة، والراجل ده احنا ما نقدرش نستغنى عنه بصراحة. سيادة المستشار من ساعة ما مسك النادي بصراحة، والنادي بقى للأفضل، فطبعا من نعمه في اي قرار هو ياخده بصراحه، يعني اي قرار هو ياخده صح 100%. والله انا شايفه ان الاستاذ مرتضى منصور عامل شغل كتير قوي في النادي، وشايفه ان النادي تطور بشكل كبير قوي للاحسن دايما في كل حاجه، فان شاء الله باذن الله من تقدم لتقدم، وبدعمه بكل يعني مجهود ان هو يعمل اكتر واكتر في النادي، واحنا معاه حضرتك، وربنا يوفقه ويكمل بقى ويسدد خطاه ويكمل الخطوات اللي هو بيعملها. وطبعا النادي فيه شغل جامد وفيه حاجات كويسه، وال يعني هنقول بقى الانشاءات باينه، والحاجات الخدمات والخدمات الامنيه والخدمات المعونه كله بصراحه الله ينور عليه، يعني ربنا يبارك له. والله انا عايز اقول له ان ربنا يكون في عونك في تدبير الاموال الشهريه المطلوبه كل شهر، مرتبات للعمال والامن والخدمات المعونه اللي في النادي، ودول عددهم كبيره يعني. والله يعني احنا بنعاني في النادي، والموظفين سياده المستشار مشكورا بيقبضهم من جيبه الخاص. يا ريت نتمنى من الله ان الامور تثبت، وسياده المستشار شايل عبء كبير عليه غير عادي، كان الله في عونه، كان الله في عونه. احنا بنيجي هنا بالنادي احنا فرح في عيد، يعني النادي كل يوم فيه جديد من سياده المستشار طبعا والناس اللي قايمين عليه.